الملتقى الاول للاعمال ينظم يومي 24-25 فبراير بمدينه طنجه تحت تشجيع استثمار، تحت شعار تشجيع استثمار تحسين ملاقات الاعمال وتشجيع استثمار، وهي مناسبه لانفتاح كذلك على التجربه الاسبانيه واللي هي كضيف ضيف شرف الدوره. احنا في الملتقى وجهنا حول قطاعات معينه، وهي قطاع تكوين واستشاره، قطاع اعاده تدوير، قطاع الطاقات المتجدده، فهي قطاعات مهمه. يوم الملتقى سيعرف يومين بمشاركه مجموعه من المؤسسات، القطاع العام، القطاع الخاص، المقاولات اللي موجودين الحمد لله بكثره من اجل انسان هذه الدوره الاولى. الهيئه الان عندها 3 سنوات من العمل تتويجا لهذا المسار، فكان الملتقى الحمد لله ملتقى مهم اللي غيكون فيه مجموعه من القرارات ومجموعه من التوصيات اللي يمكن نرفعها للجهات المختصه. اليوم هذا الملتقى اللي كتنظمو الهيئه المغربيه للمقاولات بشراكه مع غرفه التجاره والصناعه والخدمات جهه طنجه تطوان تسليمه، واللي كيمتاز واحد ضيف الشرف، ضيوف الشرف هما المقاولات الاسبانيه، وكما كتشوفوا لقاء ممتاز ناجح بامتياز بالوزن ديال المقاولات اللي حاضره سواء الاجنبيه او المغربيه. وهذا اللقاء كينتظروه المقاولين بصفه لان باش يكون واحد النوع ديال تبادل الخبرات وكذلك المستجدات اللي كاينه في الاستثمار. وهذا اللقاء الهدف ديالو هو تشجيع استثمار المنطقه على الخصوص، واستفاده ديال المقاولات من هذا اللقاء سواء باللقاءات الثنائيه ولا بندوات اللي غتكون مهمه، وخصوص في تشجيع الشركات والمقاولات للاستثمار في الطاقه المتجدده، وكذلك للتحسيس بالحد من انبعاث الكربون اللي هو مهم جدا للمقاولات، وخصوص المقاولات للتصدير، لان الاتحاد الاوروبي دابا عمل واحد الضريبه خاصه على هاد الشركات اللي ما كتلتزمش بالحد من انبعاث الكربون، وحنا بغينا نشجعوا الشركات ديالنا باش يعرفوا هاد المشاكل اللي يمكن تنتظرهم من بعد، باش يكونوا واجدين خصوصا في 2027 غيكون واحد الضريبه خاصه على هادشي.